البرهاش كيديروا الزباير والمصائب، والوالدين كيأديوا الثمن إما من فلوسهم أو حريتهم حتى حياتهم. شحال من أب وشحال من أم أدوا ثمن التبرهيش لولادهم، إما لأنهم سيروهم في التهور خطأ أو تيقوهم ومعاقوا حتى فات الفوت. هادشي اللي كيوقع في بزاف ديال الحالات، كما في هاد القصة اللي مازالت طرية يلاه وقعت نهار الحد اللي داز في حي لساس فات الثاني في كازا. شخدات الباز ما بين جوج دراري في ديك اليوم الرمضاني، إيوا دخلت العائلات على الخط وبدا الشليخ والتفلق والتشير بالحجر. با ميلود راجل مزيان حتى حد ما يقول فيه العيب، وهادشي ما جبتوش من راسي. ولاد الحومه كلشي بكاو الفراقو، حتى شي صفحه فيسبوكيه ديال لساس في بلاد العز حتى هي، وزيد عليها تنسيقيات متطوعي لساسفة تفجعوا ودعاوا ليه بالرحمة. ما خفاوش الحزن الكبير ديالهم حتى في ديك التدوينة اللي نشراتها. لكن شنو وقع لبا ميلود الله يرحمه؟ هادشي اللي غادي تعرفوه في هاد الحكاية اللي يلاه وقعت يوم تاني رمضان مع العصر. با ميلود كما قلت راجل مزيان حتى حد ما كيسمع منه العيب، داخل سوق راسو ماشي حيط حيط، ما يأدي ويكره اللي أديه، عطي الثقة لراسو. لكن ما عنده مشاكل، ما كان عنده مشاكل مع حد، ولكن اللي ما عنده مشاكل يولدوها ليه ولادو. بميلودا سيادي راجل مزيان ولابق، ونهار الحد مع العصر وقع عليه اللي ما يبغي حد وما نتمناوه لا العدو ولا الحبيب. كان في دارو ما عليه ما بيه، كيتسنى المغرب بحالو بحال كل الناس، حتى سمع شي غواش في الدرب الهيلالة نايضة. المفاجأة كانت كبيرة، ولدو كيدابز مع شي ولد الحومة، ترمضينا وما تدير. مسكين خرج يشوف شنو واقع، وهي مناسبة يحاول يوقف ديك الغضب اللي شخد بيناتهم وما عرفوش علاش. كان ديما كيسعى للخير وكيجري غير في طريقه. كانت شاخدة طوبية وحجر ما بين ولدو وولد الحومة، شير عليا نشير عليك، كسكاس الراس كيفور، حتى حد ما كان معقل يرخف الضغط شوية. مسكين حاول يلعب هاد الدور لكن هيهات. ديك ولد الحومة كان في السطح كيشير بالحجر، شير بشي طوبية ما جات غير في راس با ميلود الله يرحمه. راح مسكين كيغوت ويطلب النشدة، وما دازت غير شي دقايق حتى كان في عداد الموتى. مات با ميلود بعد ما ماتت الرحمة والتعقل في قلوب شي وحدين لعبت الترمضينة بعقولهم. إلا سخن الراس واش باقي شي ريوس اللي تبرد؟ سخن الراس بين جوج دراري وفول الكسكاس ديال الغضب، وزادت المرميطة تحرقات ملي توسع النزاع. ما بقاش غير ما بين جوج دراري يقدر نقول بالعقل واش من عقل عندهم، تسبوا الهلاك ليهم ولغيرهم فقط لأنهم اختلفوا وما استطاعوش يسيطروا على أعصابهم الفوارة. أفراد من العائلتين انضموا لهاد الحرب، وخمت بميلو ديك الرجل الستيني الطيب، حتى واحد ما كان معقل وقال نمتصو صرارة الغضب. الله يهدي ما خلق، والله يهدي شي دراري كيديروها قدر يسهم يطيحوا والديهم في زوبة ما يخرجوا منها. حكاية با ميلود مازال عندها تبعات، ما غاديش تسال عند هاد الحالة، مازال التحقيق والمحاكمة والحكم، وهذه غير نتيجة سخونية الراس وقلة العقل ديال شي برهش ما داروا الخير لا مع ريوسهم ولا مع والديهم ولا حتى الجيران. الحكاية يا سيدي سليناها قبل ما تسالى، حكاية الله بدات والحكاية مشات مع الواد، وحنا بقينا مع الجواد كما كنقول ديما لهنا يخد علينا الجواد. والله يخليكم كتار بيناتنا، والله يهدي اللي ما خلقوا يهدي شي برهش على والديهم، ما كيسبوا لهم غير في المشاكل.